I believe the best way to start with, before I talk, so I can give the microphone to the Sheikh, when he starts reading, everybody can be quiet. So gonna be the best way, inshallah. So before any introduction, let's make the best thing ever to start with Quran, inshallah. So let's start with Quran recitation with our lovely Imam, Imam Ramadan al-Sabbah. And by the way, we know each other like 18 years ago, Yani. So we used to work together in New Jersey, and last time I saw him was in 2013, right? I went to his masjid, I was giving khutbah there. So subhanAllah, Yani, it's a very small world, Yani. So alhamdulillah. So let's start, inshallah, with Quran, inshallah. Barakallahu feekum, jazakumullah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا الله غير الله
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. لا يا أيها الناس، يا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فأني توفكون. يا رب يا رب. لا إله إلا هو.
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير يا رب يا رب أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يا رب أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يا رب
لا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفمن زين له عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون يا رب يا رب والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح والله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض يا رب أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها
وكذلك النشور. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. يا رب يا رب. والله والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يا رب. من إليه يصعد الكلم الطيب فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة
ثم جعلكم أزواجا. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. كفاية كده. أنا آية ونختم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. يا رب. وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعل صدق الله العظيم. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. تكبير. ما شاء الله. والله it's great to gather the community in something great like that to recite Quran. You give this opportunity for all of us to listen to this beautiful recitation. إن شاء الله. May Allah سبحانه وتعالى accept it from you, Sheikh Ramadan. And alhamdulillah, wallahi, I'm happy to have all these people here. So barakallahu feekum, jazakumullahu khairan. So inshallah.